تقر وتعترف ان اخوك الداعيه الشيخ ايمن قالك قبل كده ان الفن حرام؟ وانت لا. قررت ان هو لا مش حرام؟ لا هو ما قاليش الفن حرام. ما قالكش اصلا؟ لا. بيقول للناس وانت لا؟ ما قالش للناس. بس هو داعيه سلفي، قناعاته ايه عن الفن؟ ان الفن حلال وحلال وحرام وحرام.